محب الأنثى الجمال، مرحبا بكم. في هذا الفيديو جوليا بورش هي من ترافقنا. جوليا بورش هي أرستازية كندية مشهورة ومؤثرة وشخصية وسائل التواصل الاجتماعي مشهورة، تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم لنشرها صورها المذهلة على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على انستغرام وتيك توك. ولدت الجميلة في 7 ديسمبر من عام 2000 اعتبارا من عام 2021 يبلغ عمرها 20 سنة. ولدت وترعرعت في أونتاريو في كندا. هي شخصية عامة مشهورة. بدأت حياتها المهنية في عام 2015 عندما بدأت في نشر محتوى ونماذج الصور على انستغرام، لكن مع مرور الوقت بدأت أيضا في اكتساب الكثير من المشاركات والمتابعين. لكن عندما جاءت تيك توك بدأ أيضا في ظهورها هنا. من انستغرام وتيك توك لديها أكثر من 1,000,000 من المتابعين الذين يحبون دائما لقطاتهم المختلفة. من انستغرام وتيك توك لديها أكثر من 1,000,000 من المتابعين. جميلة، شخصية عامة ناجحة للغاية. حياتها المهنية وتبلغ ثرواتها الصافية حوالي 300,000 دولار أمريكي. وجميلة في الطول 165 سنتيمتر. وتزن حوالي 50 كيلوغرام. لديها شقيقان لوران وبيلي. الحالة الاجتماعية أعزب. الجنسية كندية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد قادم وشكرا.